المرسلين، سيد الوالي، سيد أمين عام، سيد ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء لمدة عام شمس، السادة ممثلي السلطات العسكرية والأمنية، سيدة السادة الحضور، السلام عليكم. ترقبا لتنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات، قد تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي ليوم 11 جونفي 2024 بطرح البلوفي فوري مخطط الوقاية من حرائق الغابات، واليوم نطلب سوف ننصب لجنتين ولائيتين الخاصة بهذه العملية. اللجنة الأولى والتي تم إصدار قرار من سيادتكم السيد الوالي تحت الرقم 36 المؤرخة في 14 جونفي 2024 والمتعلقة بإنشاء اللجنة الولائية لحماية الغابات والتي يترأسها السيد الوالي. نذكر بالأعضاء هذه اللجنة وهم على كالتالي: قائد القطاع العسكري، رئيس المجلس الشعبي الولائي، النائب العام لدى مجلس قضاء عين شمس، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس الأمن الولائي، محافظ الغابات، مدير الحماية المدنية، مدير الموارد المائية، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على مستوى الولاية، مدير الإدارة المحلية، مدير الصناعة والمناجم، وممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. أما بالنسبة للجنة الثانية وهي اللجنة العملياتية الدائمة لوقاية ومكافحة حرائق الغابات والتي تم إنشاؤها بالقرار الولائي رقم 35 المؤرخ في نفس التاريخ والتي يترأسها السيد الأمين العام للولاية، والأعضاء المكونة لهذه اللجنة هم كالتالي: قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس الأمن الولائي، محافظ الغابات، مدير الحماية المدنية، مدير المصالح الفلاحية، مدير الصحة والسكان، مدير الأشغال العمومية، مدير البيئة، ومدير الطاقة. مادام هنا رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، ذكرتني بالمكونة تاع اللجنتين هذوكاني. بالنسبة للجان الدوائر، قد تم إنشاؤها بالقرار رقم 33، ويترأس هذه اللجنة السيد رئيس الدائرة. الأعضاء هم قائد فرقة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الدائرة، رئيس مقر الغابات، مسؤول وحدة الحماية المدنية، مدير القطاع الصحي، رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية، ورئيس القسم الفرعي للفلاحة. أما بالنسبة للبلديات، قد تم إنشاء هذه اللجان. بالنسبة للدوائر على مستوى 8 دوائر، بالنسبة للبلديات عندنا ثاني بالنسبة على مستوى 22 بلدية. اللجان دائمة على مستوى البلديات والتي يترأسها السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي. الأعضاء هم قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس الأمن الحضاري، رئيس إقليم الغابات، رئيس وحدة الحماية المدنية، ممثلي لجان السكان المحليين للغابة إن وجدوا. وفي الأخير سيد الوالي، نلتمس منكم التنصيب الرسمي لهاتان اللجنتين. وشكرا.